رأيتم؟ وأنا لا أصدق، هذه أول دعوة لي إلى القلعة. لم يدعى أحد من قبل، اسأليها. هذا صحيح، لم يدعى أحد من المهور إلى القلعة من قبل، لكن لا نعلم حتى الآن ما سبب الدعوة. أرافقك؟ لا، لا يسمح، تم استدعاؤك وحدك باسمك، صحيح؟ لسبب ما طلبوك أنت، لم يطلبوا أحدا غيرك من قبل. أنا لم أعرف شعور التوتر من قبل، ولكنني الآن. اهدئي، لن يكون الأمر معقدا، ربما يتشاجر الطهاة حول من منهم أفضل طاهٍ، أو ربما يختلف الخياطون في أمر الستائر، أو ربما الأختان اللتان تسكنان القلعة. لا، لن تتشاجر، لونا وسيليستيا ثانية. أجل، تلقيت دعوة لحل مشكلة اجتماعية؟ نعم تلقيت، لكن لا مشكلة هنا. ما رأيك؟ أجل، كل شيء هنا على ما يرام أختي. يا مهرتي يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة، مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي ستكون فرح، هي الرضا هي العمل، وهي تكفي وسع الأمل. يا الصداقة حب يسري على دوام، مهرتي الصغيرة. مشكلة كبيرة. تويلايت، هذه أنت؟ كيف دخلت؟ لم آتي، لا أزال في البيت، تتخيلين، لكن هذا جيد بالنسبة لي. دعيك مني، لن أتدخل في شؤونك، جئت أطمئن فقط. لست جيدة، أظن أنه قد وقع خلاف بين سيليستيا ولونا. لا، هذا أمر فظيع، أقصد لما تقولين هذا؟ إن المهارة تقول كل شيء على ما يرام، لكن الحقيقة غير ذلك. لا، لكن هذا ما تفعله المهار حين تنشأ مشكلة ما، ربما مشكلة كبيرة. ليتني أساعدك، لكن لم تتم دعوتي وليست لدي فكرة عن السبب أو المشكلة، لكنك ستخبرينني. هيا استرخي الآن. موسيقى جميلة. شكرا لك على هذا الفطور اللذيذ، أنت ماهرة جدا في الطهو. بلا شك ستارلايت، أنا أستمتع بهذا، إن هوايتي المفضلة هي الطهو. صباح الخير، هذا لك. أنا تعبة، عذرا. يبدو أنها أمضت ليلتها مستيقظة. ربما، لكن تبدو لي منهكة كل صباح. إذن يبدو لي أن لونا تقسو على أختها كثيراً وهي لا تدرك ذلك. إنها مسكينة، لطيف أن تعد الفطور لأختها كل صباح. إنها معلمتك، لذا تنحزين إليها. صحيح، ماذا ستفعلين؟ لا شيء، لكن علي أن أراقب جيداً. استأذنت لونا في أن أسهر معها الليلة. الأنسة لونا في انتظارك. ليلة سعيدة. أنسة لونا، تستبدلينها كل ليلة؟ رائحة أزهار الخزامة مفيدة جداً للاسترخاء في أثناء النوم. إن عطرها منعش. أبذل جهدي لتنام المهار في هذه القلعة هانئة. وقلت بعد ذلك لعبة؟ هذا ممل. تتمتعين بشخصية قوية. لكن كالعادة أجد أختي مشغولة بالتسلية مع مهارها المرموقين ولا تقدر مجهودي. لكن الأختين تقسو إحداهما على الأخرى ولا تدركان، وبدلاً من التحدث في الأمر تبتعدان أكثر فأكثر. بين سيليستيا ولونا لا أحد يستطيع التدخل. في الحقيقة هذا هو ما سأفعله. ماذا؟ هل أصابك الجنون؟
أقصد أنت الأدرى بهذا، هذه مهمتك. أجل، أشكر دعمك تويلايت. العفو، لكن في آخر شجار منعت لونا الاحتفالات، وأختها سيليستيا منعتها من ارتداء الحرير. لن نسمح بهذا ثانية. سأحل تلك المشكلة، الأختان تعانيان سوء فهم بينهما. آسفة، من جهة هاتان أختان، ومن جهة المهمة صعبة فأصاب بالتوتر. أنا لا أساعدك صحيح؟ لا. رائع، لا أستطيع أن أفسد هذا، إنه جميل. قلت لك الطهو هوايتي. مرحبا. أنسة لونا، انتظري. تعلمني أني تلقيت دعوة إلى هنا، وأظن أنني عرفت سبب هذه الدعوة. حقا؟ أها، هذا جيد يا ستارلايت. ما السبب؟ أنتما. ما الذي قلته؟ أنا أظن أنكما تقسو إحداكما على الأخرى، ولكن لا تدركان. آنسة سيليستيا، ألا يزعجك أن لونا لا تتناول الفطور الذي توعدينه لها؟ في حقيقة الأمر يزعجني. آنسة لونا، أخبري سيليستيا أنه يزعجك تجاهلها لمجهودك الذي تبذلينه في نشر الخزامة في الممرات كل ليلة. أنا إنه ليس أمراً مريحاً. أنا آسفة لأنني لم أنتبه على جمال الكعكة التي تقدمينها، إذ أكون منهكة صباحاً بينما أنت تكونين نشطة. تظنين أني لا أتعب أبداً؟ أنا منهكة أيضاً، وأنا أعتذر لأني لا ألحظ الأزهار التي وضعتها، ولكن مع حلول المساء أفقد قدرتي على الانتباه على أي شيء، حتى إنني لا أستطيع الابتسامة لأحد. إنه صعب على أمثالك. واثقة بأن الأنسة لونا لم تقصد هذا. هذا هو ما ينهكك؟ الابتسام ومجاملة المهار حولك؟ ما تفعلينه ليس أصعب، صحيح؟ تمضين الليلة وأنت تتسلين بنشر الأزهار، أيتعب هذا؟ نعم، عمل متعب جدا. علينا أن نجلس قليلا ونحاول الاسترخاء. مساعدة المهار على نوم مريح ليست مهمة سهلة. تتهمينني بأنني أجهل قيمة العمل؟ فاجأتني. والآن ستحاول أن تجرب كل واحدة منكما نمط حياة الأخرى. ماذا فعلت بنا؟ أنا أبذل جهدي، لكن هذا الأسلوب لن يفيد. أعتذر إليكما، لكن لم أجد حلاً آخر. جربا مدة يوم واحد، لم تقتنعا، لكن أظن أنها فكرة جيدة. ماذا؟ حاول هذا، ربما ستعرف أختك قيمة المجهود الذي تبذلينه، لذا هذه فرصة لكما. حسنا، سأرتاح في يوم سهل ثم أخلد إلى نوم مريح. إذن جربي، لم أرى الراحة منذ مدة طويلة جدا. الآن سأخذ قيلولة وفي الليل سأراقب القمر. لا بأس ستارلايت غليمر، قبلنا هذا العرض. جيد، هيا استمتع الآن، أما أنا سأصمت. هل تبادلنا الأدوار؟ ترى ما الذي سيحل بالقلعة الآن؟ قد تحدثنا في الأمر مليا، لم أجد حلا آخر للأسف. هل تريدين شيئا؟ لا شكراً، أنا أقرأ كتاباً ممتعاً. سأصمت الآن. ظنك مجنونة. كما ترون أنا وسيليستيا سنتبادل الأدوار اليوم. ماذا؟ غريب. أؤكد لكم أنني قادرة على إنجاز مهماتها كلها بكفاءة. انصرفوا. ماذا لدينا على قائمة مهمات أختي في هذا اليوم؟ مكتوب هنا لديك بعض الزيارات، افتتاح متجر وحضور مسابقة الزهور وغيرهما. علمت أنه يوم سهل، ولكن لم أتوقعه بهذه السهولة. Thank you.
تكن الآنسة لونا سعيدة في يوم الطلبة؟ هذا غير صحيح. تعبسين في الصورة. أنا لم أقصد هذا، كنت أبتسم كل الوقت، لكن ألمني خداي فجأة وعندها التقطت الصورة. الابتسام طول النهار ليس سهلاً كما ظننت. كتب هنا أنه بسببي قد تم إلغاء رحلة الطلاب المدرسية. أنا لم أقصد أن يحدث هذا. أعرف هذا، لكن لا وقت للحزن الآن. القائمة، سيصل بعض الضيوف في وقت الغداء. يفترض أن تتناقش حول موضوع الحدائق العامة. ألعاب الأطفال فيها تحتاج إلى تجديد. ولكن يجب أن أزيل سوء الفهم. لا وقت، يجب أن تتابعي عملك وتنهي ما عليك فعله. هذا ما كانت ستفعله أختك. اسمعوا، سأخبركم بأنني سأعتني بالحدائق. يا إلهي، هذا فظيع. آسفة، ظننت أن علي أن أبدو في حال قوية. يقلقني أمر طلاب المدرسة كثيراً بعد إلغاء الرحلة بسببي. إذن عرفت الآن ما تعانيه سيليستيا؟ ما الذي يحدث في القلعة؟ كل هذا التغيير. هناك التغيير. مستعدة لندخل؟ يجب أن نعرف ما هذا، يجب أن نعرف. أجل، يجب أن نعرف. حل الأمر بسهولة. بثلاث ساعات. احتدم النقاش، صحيح؟ احتدم جدا. هذا ما أقوله. وهكذا ينتهي النهار، أرأيت؟ أجل، سأخلد إلى النوم الآن. تصبحين على خير. مرحبا ستارلايت، كيف حالك هذا اليوم؟ أنا أشعر بالنشاط بعد قيلولتي. أين لونا؟ ذهبت لتنام هذه الليلة. أحق ما تقولين؟ يبدو أن مهماتي كانت أصعب مما توقعت أختي. القمر، لم أره منذ مدة طويلة. انظري. بلا شك، كل المهور تنام الآن، كلها إلا لونا. إذن علي أن أعمل الليلة وحدي. يجب أن أراقب أكوستريا جيداً وأنشر الأزهار لأساعد المهور على نوم مريح. قائمة مهماتي ثلاثة أضعاف هذه. ممتاز، نامت المهور. تتحدثين إلى نفسك سيليستيا؟ لا أحد غيري هنا. إذن سأصنع أجواء للمهور النائمة. هكذا لن تقترب الكوابيس من أحلامهم، وسيشكرونني عندما يستيقظون. أجل، عمل رائع سيليستيا. ها أنا ذي أتحدث إلى نفسي. كليني، 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 كليني. هذا كثير، المشكلة كبيرة. ستارلايت، أنا هنا الآن، ماذا جرى؟ أخشى أن أكون أخطأت في الحل. يفترض بي أن أقرب بينكما ولكنني أبعدكما أكثر. علي أن أجد أشياء مشتركة، لكن حان دوري الآن. لا تخافي ستارلايت، أعلم كيف أبعد هذه الشريرة. أجل، لكن هل تستطيعين إبعادي؟ مستحيل. إن استطاعت نايتمير مون تأثير في أختك، فأنا أستطيع التأثير فيك. أنا داي بريكر، أنتما ستعودان إلى الخلاف وسنأخذ القلعة. لا، لن نترك القلعة لكما. لكن أنت تعلمين شدة قوتك، لست بحاجة إلى لونا. غير صحيح، حتى لو اختلفنا أنا في حاجة إلى أختي. أرجوك، أنت لا تحتاجين إلى أي أحد، لأنك قوية جداً. كل ما عليك فعله هو التخلص من أي أحد يقف في طريقك، حتى أختك. لن أدعكما وشأنكما، ستختلفان قريباً جداً. لا، قلعتنا، أنا بقية المهار، إكويستريا بلد هادئ. لماذا تفتعلان الخلاف؟ القلعة فخمة وأريدها لي وحدي. لا، لم يكن هذا اتفاقنا
في الأساس يا أختي، لكن إن أردت فسنتشاجر من أجل القلعة. لن أقبل بأن أتقاسمها أنا ومهرة مثلك. تبذلين جهدا لكن لا فائدة، هذا يدفعني إلى القضاء عليك. استعد. هذا خطأي، كان علي ألا أتدخل، ستدمر إكويستريا. بسمات عريضة تبدو مزيفة. لما لا تريديننا أن نذهب في رحلة مدرسية؟ أنا لا أقصد، بل أريد. بسمات عريضة تبدو مزيفة. سينيستيا، سررت بمجيئك. رأيت كثيرا في حياتي لكن لم أرى شيئا كهذا. لقد كشفتا، كانتا تخططان لتأخذا القلعة منا. لم أكن أعلم، الموضوع أكبر من أن أحلم. إن لم نبعدهما عن البلدة فسيكون أهلها في خطر. لكن كيف أستطيع ذلك؟ الأمر صعب جدا. لكننا تبادلنا الأدوار، تحملي نتيجة هذا. هيا تصرفي. لا لونا، لا أستطيع وحدي، كنت مخطئة، فعملك ليلا صعب جدا. حماية البلدة من الأشرار أمر يحتاج إلى القوة. أنا أعترف لك أختي بأنني لست بمثل قوتك. أنا أثق بقوتك، فقد عشت يوما مثلك. ظننت أن مهماتك ستكون سهلة علي وكنت مخطئة، فهذا الأمر يتطلب قوة. لكي تهزمي داي بريكر عليك أن تثقي بقوتك كما أثق أنا. لم تستطيع إخراجي، فهذه القلعة أصبحت لي الآن. لا، ليست لك، أنت ضيفة هنا، ولكن لن نستقبلك ثانية. هذا لأنك دعمتني، وأعترف بأن عملك صعب جدا. إذن غيرت رأيك؟ قليلا. رحلت نهائيا أو أنها ستعود؟ صباح الخير أختي، أنا أعلم أنك تعبت لذا أعددت لك الفطور. هذا لطيف. وأيضاً لذيذ جداً، شكراً لك. لا يبدو عليك السرور، أنا أعرف، يجب عليك الابتسام في وجه كل المهار، وأنت تحسنين الابتسام حقاً، لست مجبرة الآن. إذن سأقول إنها فظيعة. عرفت. شكراً على المحاولة، أحبك أختي. أنا أحبك أيضاً. إذن لقد انتهى الأمر. وأنا متعبة جداً، أرجو ألا يتكرر هذا، فقد تعب الجميع، أريد النوم قليلاً. انتهى كل شيء، لقد أحسنت صنعاً بتبديل الأدوار. علمنا الآن معاناة كل منا، استفدنا جميعاً من فكرتك في تبادل الأدوار. خفت كثيراً من أن أفسد كل شيء بتدخلي بين أختين مثلكما. هذا ما كنا نحتاج إليه، التجربة التي خضناها ألفت فيما بيننا. انظروا، قد انتهت المهلة. ويبدو أن مهمتك قد نجحت أيضاً. أريد أن أحكي لتويلايت. أنا في الخدمة، أنا لست فضولية، أتيت لأحضر هذه. إن ظننتما أنني أتدخل فأنتما مخطئتان، أتيت لأنني اشتقت كثيراً إلى صديقتي. هيا أخبريني ولا تنسي شيئاً مهما كان صغيراً.
تذكرت، هناك رحلة يجب تنظيمها وقصة الحدائق العامة. ماذا؟ انظري إلى الشمس، علي النوم الآن.